مع بزوغ فجر الثلاثاء الماضي وصلت إلى ميناء الحاويات في مدينة المعلا سفينة كبيرة تحمل مئات الجنود والضباط السعوديين وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية الحديثة تمهيداً للتوقيع على اتفاق جدة، وأكدت مصادر الأناضول وجود قوات بحرينية. القوات السعودية التي تعد الدفعة الثانية خلال أسبوعين تموضعت بعد وصولها في مقر التحالف بمدينة البريقة، ثم عادت انتشارها في أماكن مهمة مثل قصر المعاشيق. وكانت عدن قد شهدت الأسبوع الماضي انتشار أرتال من المدرعات العسكرية كدفعة سعودية أولى تموضعت في مطار عدن وقصر المعاشيق وميناء المدينة. يأتي انتشار القوات السعودية ضمن عمليات التبادل مع القوات الإماراتية بعد تولي السعودية الملف الأمني والعسكري لعدن، في ظل تشكيك من البعض في انسحاب القوات الإماراتية الذي يرجح أن يكون مجرد تغيير في طبيعة دور أبو ظبي في اليمن نتيجة تصنيفها من قبل الشرعية كدولة معادية. تنحصر مهمة القوات السعودية كما هو منصوص عليه في اتفاق جدة في تنفيذ إعادة الانتشار بين القوات الحكومية وميليشيا المجلس الانتقالي والإشراف على بناء قوة أمنية محايدة، وهو ما فتح تخوفات من أن تكون تلك القوة بمثابة حزام أمني سعودي بديل للحزام الإماراتي.